مات أخوه فظنوا أنه هو من مات، فكتبت الصحف رحل تاجر الموت، فعلم أن ابتكاراته واختراعاته التي كان هدفها خدمة البشرية تحولت لأداة دمار كبير. إنه مؤسس أشهر جائزة عالمية الآن، هي جائزة نوبل، وهو ألفريد نوبل، كيميائي سويدي اخترع الديناميت وغيرها كتير من المتفجرات، واستغل ثروته الضخمة وبراءات اختراعاته الكتيرة جدا لتأسيس جائزة نوبل. الابتكار ليس خيارا بل هو ضرورة ومنهج حياة. التسامح وارتباطه بالابتكار قيمة تعني العفو والصفح وفرصة جديدة لخلق مجتمع مترابط يسعى ويركز على الإنجاز. مفهوم السعادة وارتباطه بجودة الحياة أيضا يظهر من خلال تعزيز الصحة النفسية والجسدية والعقلية لتحقيق الشعور الإيجابي وكيفية التعامل مع الإساءة من خلال التسامح والتركيز على النجاح والإنجاز. التسامح بمعناه الواسع وعلاقته بالابتكار يرتبط ارتباط وثيق بالإنجاز لتحقيق السعادة والقدرة على تحمل الفكرة المخالفة وتوظيفها لمصلحة الفكرة المضادة أو الإيجابية بطريقة إبداعية للإنسان المبتكر. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم للتسامح وطن. في حلقتنا دائما نتحدث عن التسامح بأوجهه المتعددة. التسامح يعني الكثير في الحياة. التسامح ليس معناه العفو والصفح فقط، التسامح معناه أن تشمل كل جوانب الحياة وكل معطياتها. التسامح بكل صوره، لأننا نتمثل بخلق الخالق سبحانه وتعالى وهو المتسامح أو هو العفو سبحانه وتعالى. ونحن قد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، ودائما ما ندعو بذلك الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. مشاهدينا، يسعدنا أن يكون معنا اليوم خبير في هندسة الابتكار، أبدع في ذلك المجال وأصل له وجاب العالم، يعطي فيه دورات. معنا اليوم سعادة أحمد محمد بوهزاع، خبير في هندسة الابتكار. أهلا ومرحبا في حضرتك فينا. حياكم الله، الله يبارك فيكم. حياكم الله ومنورنا، ودائما تسعدنا بما تقدمه سيد أحمد فيك. لكن اليوم بنتحدث عن الابتكار وعلاقته بالتسامح، شو العلاقة بينهم؟ جميل، عجبتني طبعا مقدمتك، واولا نرحب يعني بوجودنا طبعا في دوله الامارات العربيه المتحده، ونهنيكم بما تبقى من رمضان، وندعو لكم ان شاء الله رب العالمين يوفقكم في العشر الاواخر ويتقبل كل اعمالكم. امين يا رب. طبعا علاقه التسامح بالابتكار، يعني اعتقد التسامح كله ابتكار، لان يخالف طبيعه وفطره الانسان. إذا الإنسان غضب فعنده شعور بأن عنده هدف لازم يحققه، وهو الانتقام أو حمل شيء ثقيل. لكن سبحان الله، في رب العالمين يدعوك إلى التسامح، فقال في محكم كتابه: والكاظمين الغيظ. فأنت من تكظم الغيظ أنت تخالف طبيعتك، لكن والعافين عن الناس، فالعافين عن الناس يعني يزيل هذا الغضب. الغضب ممكن يتم وتحمله معك، والله يحب المحسنين، كذلك خلاف الطبيعة. فأنت متوقع من واحد لن يغضب أن يعني ما يكتم غيظه، فهذا فيه ابتكار. جميل. أنت خالفت طبيعتك، خالفت توقعات الناس لك. كذلك العفو، هذه أمور صعبة، لذلك جائزتها عن رب العالمين كبيرة، وهذه احنا نشوفها يعني ابتكار، أن أنت تخالف طبيعتك البشرية. الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية تدعوك إلى التسامح، ففي تصرفات التسامح تبين أن أنت تخالف طبيعتك. الواحد غضب يقوم ويوقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدعوك إلى الجلوس، يدعوك إلى الوضوء، يدعوك إلى الصلاة ركعتين. لأن لو أنت تركت نفسك للغضب، فهي الغضب عبارة عن حبل سيء، شعلة نار ودم فاير. لكن صلي تزيل هذه الطاقة، توضأ، تريح نفسك. الغضب طاقة نارية. نعم. والوضوء طاقة نورية. صحيح. من نور الله سبحانه وتعالى، فيطفئ النور النار. صحيح. فيتحول الغضب إلى برد وسلام على الشخص. صحيح. الغضبان. أستاذ أحمد، الابتكار دائما يفهم عند الناس بأنه اختراع شيء جديد غير موجود، والابتكار في المفهوم اللي حضرتك قلته أنك تخالف ما يعتاد الناس عليه حتى ولو في طريقة التفكير. صحيح. هو فقط خلق نمط جديد من التعامل، وإحنا بنتكلم عن التسامح كخلق نمط جديد من التعامل مع الناس، إنه من يتوقع مني شيء أنا أخالف ذلك. صحيح. تجد أشد الناس غضبا في ساعات الطلاق،
ويتخيلوا حتى يعني المطلقة تتخيل أنها ستصبح فقيرة بعد ذلك. صحيح. لأنه من يعيلها ومن ينفق عليها على أبنائها، ولذلك الله أمرنا بالابتكار في ذلك. يعني لعلك لك حديث تحت الهواء في ذلك الأمر. نعم معنا. نعم سبحان الله، يعني الابتكار شيء جدير أنت ما تتوقعه، ورب العالمين يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني أنت ما احتسبت الرزق من ناحية معينة. في آية كذلك في وصف في آية في سورة الأفك، في حديثة الأفك، نعم، أو في فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أن نعم أن يغفر الله لكم. فالمغفرة فيها رزق، والتقوى فيها رزق، والرزق الابتكار رزق أنت ما تتوقعه أو فكرة ما تتوقعها. معظم المبتكرين لما وجدوا ابتكاراتهم هم تفاجأوا منها، لأن هذا الابتكار شيء جديد أنت ما تتوقعه، خلق لم يخلق إلا يعني برزق من رب العالمين. جميل. نعم. الابتكار رزق، والاختراع رزق، كذلك التسامح والأخلاق أيضا رزق من ربنا سبحانه وتعالى. ومهم أن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا هذا الخلق من التسامح والرضا والعفو على الناس. لكن إذا حبينا نأخذ نموذج لمبتكر، كيف يؤثر التسامح عليه في حياته؟ كيف يدفع التسامح إلى الابتكار، إلى الإبداع، إلى خلق نمط جديد حتى من الأشياء النافعة للمجتمع؟ جميل. التسامح في شغلة طلعت عليه من أيام، أحد البروفيسورية اللي كانوا يدرسون تأثير الغضب على الإنسان اكتشف أن الغضب طاقة سلبية طبعا، والعفو طاقة إيجابية. فمن بعض التجارب جرب مع الناس اللي عندهم غضب قدرتهم على القفز، وجرب معاهم أن يعفون عن شخص من الأشخاص، فوجد أن يقفزون ارتفاع أعلى من الارتفاع الاعتيادي بشكل مفاجئ. عطى أحساس أن الغضب والكره والحقد هو عبارة عن ثقل، وإذا أنت سامحت أنت عفيت وجدت نفسك تقفز مسافات أبعد، وكذلك ممكن تبتكر مسافات أبعد، ممكن تفكر، ممكن تنطلق. كنا متخيلين أنه يحملون أوزارهم ومن أوزار غيرهم. صحيح. هذه مسألة معنوية، إنما الآن أصبحت مسألة مادية. سبحان الله. بالعكس الابتكار طبعا جزء من التسامح. أنت ما راح تبتكر للناس إلا إذا تسامحت معهم، وقبل تسامح معهم لازم تتسامح مع نفسك، وتسامح مع النفس. إذا أنت يعني ضميرك راضي عن أفعالك أنت تسامحت مع نفسك، فمنها راح تقدر تنطلق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. ومن بعدها التسامح مع الناس. أنا ما راح أقدر أخلق مشروع في ابتكار إلا إذا أنا يعني حسيت بمعاناة الناس، وما راح أحس بمعاناتهم إذا أنا حاط بيني وبينهم حاجز، هو حاجز الكره أو الحقد أو الغضب. فمهم أن أنا أتسامح مع الناس ومع جميع الناس، جميع الأجناس. جميل. جميع الديانات، جميع. رائع. في بيئات العمل المختلفة نجد دائما شعور بالغضب تجاه المديرين أو تجاه الأصدقاء أو تجاه الآخرين، والغضب دائما يجعل الإنسان يتحدث كثيرا، يخطئ كثيرا، يلوم كثيرا، وليس لديه مساحة للإبداع والابتكار. كيف نحول مساحات الغضب والنقمة والغضب من رؤسائنا في العمل أو مدراءنا أو زملائنا إلى طاقة إيجابية تجعلنا نبتكر شيء جديد يخالف ما يتوقعه من الآخرون؟ طبعا من الكلام اللي تكلمناه، الغضب يحرمك الرزق، يحرمك الفكر. لأن واحد عنده غضب عنده ثقل ما يقدر يفكر، لكن لأن أنت زلت الغضب وعفيت عن الناس صار مخك حر، تقدر تنطلق، تقدر تفكر، وتقدر تبدع، وتقدر تطلع برا الإطار اللي أنت حطيته نفسك فيه. جميل. هل إننا إحنا نعطي آلية معينة للشخص الغضبان في دوامه أو عمله؟ نعطيه آلية معينة يعملها غير أنه يتوضأ أو يعني يصلي ركعتين، أنه يبدأ بتفكير منهجي معين، أنه يبدأ يرتب أولوياته بشكل معين؟ طبعا الأمور الاعتيادية أنه مثلا يجلس إذا كان واقف، يستغفر، يتوضأ ويصلي، وهذه يعني أمور حتى في العمل تقدر تطبقها. لكن خلاف ذلك رجوعك حق رب العالمين يصفيك ويخليك تطالع الأمور بأمور دنيوية ودونية، فما راح يتحكم فيك الغضب. جميل. نعم. الإنسان اللي بيقول إن الفكرة اللي عندي الدوام أو عملي لا يستاهل، الناس ما بتخدمني، ما بيقدموا لي أي شيء، فإذا كان عنده فكرة إبداعية أو ابتكارية داخل عمله ما بيقدمها لهم، هذه رسالتك له إيه؟
غلطان، لكن يعني الناس اللي وصفوا المبتكر يعني وصفوه بوصف طبعا الأجانب سموه رفيجي. رفيجي معناته مهاجر أو لاجئ. يذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا أنت ما يعني تمسكت بالدنيا ممكن تبتكر. طبعا علوم الابتكار أو خلينا نقول المؤسسات الكبرى مثل أمازون جوجل هم يجبرون بطريقة غير إجبارية، الإجبار اللي احنا متعودين عليه، غير مباشرة، نعم، الواحد أن يكون مبتكر. فمثلا يطلبون من شخص أن أنت لازم يكون عندك ساعة في الأسبوع مثلا لا تشتغل بالشغل الاعتيادي، شغل اشتغل وفكر لنا في فكرة جديدة. طبعا يحاولون يخلقون مناخ في محبة وفي تعايش وفي تلاحم، يخلقون مساحات وأماكن للالتقاء. لأن أنت عادة كشخص لما بتبدع ما بتبدع لأن إطارك محدود، جميل، لكن بتبدع إذا اشتركت مع شخصين ثلاثة أو أربعة في إطار مؤسسي. إذا أنا ما بنتحسامح معك ما رح أقدر أخلق فكرة جديدة معك. رائع. فمهم أن أكون بعد متسامح. هذه الفكرة الرائعة اللي حضرتك طرحتها الآن يمكن لمسناها في مؤتمر حضرتكم الأخير، مؤتمر الإبداع التقني في العمل الخيري، واللي جمعته فيه صفوة الجمعيات الخيرية في العالم العربي والإسلامي. وكانت الفكرة تقديم ما هو جديد في الإبداع والابتكار اللي بيخدم طبقات الفقيرة، طبقات المعاقة أو أصحاب الهمم أو غيرهم من الطبقات الأقل دخلا. هذه الفكرة كلها تسامح، تقدر تكلمنا عنها لو تكرمت؟ طبعا كانت فكره جديده، يعني المؤسسات الخيريه كانت تعمل باسلوب تقليدي. احنا ابتدينا في 2015، يعني قليلين اللي كانوا يفكرون انه يكون تسويق الالكتروني له فعاليه، قليلين كانوا يعني عندهم جمع اموال عن طريق الانترنت، في انظمه داخليه في انظمه خارجيه تسويق والانتاج الفني. فحاولنا نطلعهم برا الامور التقليديه لين وصلنا الى امور مثل البلوك تشين، الفنتك، الذكاء الاصطناعي، انترنت اوف ثينك. فالحمد لله رب العالمين وفقنا من مؤتمر الى ان حاليا نعد الى المؤتمر الرابع وسميناه انساني تك. انساني تك، تك. التكنولوجيا في خدمه الانسانيه. نعم. هذا ما افهمه. نعم. ولا له معنى اخر؟ وسوينا له محاور او مسارات مختلفه. جميل. فعندنا مسار خاص بذوي الاعاقه في كل التقنيات المساعدة، هم طبعا في مجال ذوي الإعاقة تسمى تقنيات المساعدة أصحاب الهمم، أصحاب الهمم مسماهم. نعم. في الدولة أصحاب الهمم، وهي التقنيات اللي تساعد المعاق أن يتجاوز هذه الإعاقة. جميل. يكون كأنه إنسان طبيعي، سواء كانت ميكانيكية مثل الكرسي المتحرك والشيء اللي يوقف الشخص، تطورات وطبعا. أو البرامج التعليم أو برامج النطق أو الزرع القوقعي أو الأنف الإلكتروني أو ما شابه من ذلك. ومسار آخر للعمل الإنساني من جمع تبرعات أو ذكاء اصطناعي أو وكذلك ضفنا مسار جديد سميناه ريادة الأعمال الاجتماعية، وهو مسار قليل منا اللي يعرف ريادة الأعمال الاجتماعية. الكل يعرف ريادة الأعمال الاعتيادية، نعم، لكن الاجتماعية شو اللي خصها؟ اللي خصها أن أنت راح تحصل على أرباح لكن راح تحمل معاك مهمة إنسانية. رائع. معالجة مثلا قضايا البيئة، معالجة قضايا الفقر، حل قد يكون بالجمعيات الخيرية مو بدائم. احنا من خلال عمل ريادة الأعمال الاجتماعية راح نضمن استدامة هذا العمل. هنا داخل الدولة من يفكر حاليا او يعني في اطار تنفيذ مقهى بشكل راقي جدا لأصحاب الهمم، هم من يعملون ومن يديرون، وفي أرقى أماكن الدولة وفي أرقى مولات الدولة، من أجل أن يكون مشروع استثماري ربحي وأيضا يخدم تلك الفئات التي ربما لا تجد وظائف بشكل سهل في هذه الأماكن، خاصة ما تقدمه. وهذه فكرة من ريادة الأعمال الاجتماعية، أليس ذلك تسامح؟ أليست الإنسانية هي الغالب على هذا المؤتمر أستاذ أحمد؟ طبعا أنا أحيي أولا دولة الإمارات على هذه المبادرات والابتكارات. يعني دائما يفاجئون بمثلا وزارة التسامح، بسنة التسامح، شهر الابتكار، وخلافة من مشاريع اللي الواحد يعني وزارة اللا مستحيل صراحة، يعني وزارة السعادة، يعني وزارة السعادة كذلك. وزارة السعادة والسعادة أصلا يعني إذا أنت مو متسامح أنت غضبان، الشيطان يبيك تكون غضبان، الشيطان يبيك تكون كئيب حزين، وهذه الحزن والكآبة هي ضد الابتكار. أنت ما راح تقدر تفكر إذا أنت حامل معك حمل
معك غضب، معك تفكير لانتقام، لكن إذا كان التفكير لإسعاد، تفكير لإبهاج، تفكير لزراعة، لتطوير، نعم، لخدمة، لإعمار، هذا الفكر اللي رب العالمين والإسلام يدعو له، فهذا راح ما راح يتم إلا بالتسامح. جميل، رائع هذا المضمون. وأردنا أن نأخذ سؤال حلقة اليوم ليشاركنا المشاهدون هذه الحلقة المتميزة. مشاهدينا اليوم سؤالنا: اذكر واحد من الرواد المخترعين والمبتكرين في تاريخنا الإسلامي. اذكر واحد من الرواد المخترعين والمبتكرين في تاريخنا الإسلامي. والجائزة اليوم 500 درهم نقدا للفائز معنا اليوم في حلقتنا. مشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود لنكمل هذا اللقاء، فابقوا معنا. مرة ثانية مشاهدينا رجعنا لكم، بنكمل حلقتنا عن الابتكار والتسامح وعلاقة الابتكار بالتسامح وأهمية الابتكار في حياة الناس لخلق حياة مفيدة ليهم وللمجتمع بل للعالم أجمع. نذكر مشاهدينا الكرام بسؤال حلقة اليوم، وهو: اذكر واحد من الرواد المخترعين والمبتكرين في تاريخنا الإسلامي. يا ترى مين في بالكم من المخترعين والمبتكرين في تاريخنا الإسلامي قدموا إنجازات للبشرية؟ السؤال بيدور حول واحد من الأسماء للرواد المخترعين والمبتكرين في تاريخنا الإسلامي. واتصلوا بنا مشاهدينا على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة الآن، والجائزة اليوم 500 درهم نقدا لفائز معنا اليوم. وبنجدد التحية والترحيب بضيفنا السيد أحمد محمد بوهزاع. الناس بتتخيل أن الابتكار في العمل التقليدي وفي البيزنس التقليدي هو اللي بيجيب ربح، أو هو المفيد في الغالب، أو هو اللي له آليات واضحة، لكن لا يتخيلوا أن الابتكار قد يكون في العمل الخيري أيضا مفيد. نريد أن يعني نوضح الصورة للمشاهدين. صحيح، هو الابتكار يعني ممكن تروح حق المبدأ الأساسي اللي يقول لك الحاجة أم الاختراع. فما أين تجد الحاجة تقدر تلاقي الاختراع، والحاجة تقدر تلامسها أكثر في مجال العمل الخيري. القطاع الخاص مثلا خلينا نقول الشركات، احنا هواوي الفتره الاخيره الناس يتكلمون عنها ترفع مليارات الدولارات في البحث، عندها اموال وعندها القدره على البحث. لكن الناس اللي يشتغلون في العمل الخيري والعمل الانساني اقرب لحاجه الناس واقرب لفهمهم وفهم عواطفهم، وهذه معظم الشركات اللي تبحث عنه. لان انا كيف أنجح غير لما أعمل منتج يلامس عواطفك، يلامس حاجتك. جميل. يسد حاجتك. فكل ما كنت أقرب لك كل ما كانت عندي اختراع أنسب لك. رائع. نعم. جميل هذا الفكرة. نأخذ بعض الاتصالات ونرجع نكمل مع حضرتك، ولنا سؤال هنرجع له بعد شوية، وهو آلية أو أداة معينة الناس تستعين بها في الابتكار، لكن نأجله بعد الاتصالات. معنا علي من الشارقة. أهلا ومرحبا يا أستاذ علي، كيف الحال؟ يا أهلا مرحبا، كيف أهلا بك. إجابة السؤال هي ابن سينا او لا ابن النفيل. ابن سينا هو ابن النفيل اللي اكتشف الدوره الدمويه الصغرى. اكتشف الدورة الدموية الصغرى. نشكرك يا أحمد على المشاركة معنا، وبالفعل واحد من الرواد اللي أسهم في معرفة طبيعة الجهاز الدوري في جسم الإنسان وأهميته اليوم في عمليات القلب وفي إنقاذ حياة الكثيرين من اللي بيعملوا أسطرة بيعرفوا تفاصيل المسألة. نعم، جميل أن يعطي للبشرية مثل هذا الابتكار اللي كرس حياته من أجله. نشكرك يا أحمد، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. معنا اتصال تاني من أدهم من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا أدهم، كيف الحال؟ الحمد لله. حياك الله يا أدهم. إجابة السؤال هي أبو الأسود الدؤلي مخترع علم النحو. أبو الأسود الدؤلي مخترع علم النحو. أيوه. بتحب النحو يا أدهم؟ أيوه. تحب الإعراب وتحب البلاغة وتحب الأمور الخاصة باللغة العربية الجميلة اللي بنستفيد منها. أيوه أكيد. فيك في الصف كم يا أدهم؟ ما شاء الله عليك، دائما موفق يا رب العالمين. نشكرك يا أدهم على المشاركة معنا. ونوع جديد من الابتكار والاختراع سهل على ناس كتير جدا معرفة اللغة العربية، خاصة من غير الناطقين بالعربية. معنا اتصال من سعاد من الفجيرة. أهلا ومرحبا. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. إجابة السؤال هي ابن سينا كتاب القانون في الطب. ابن سينا كتاب القانون في الطب.
عندك شيء من انجازات ابن سينا، اي شيء من اختراعاته ومن ابتكاراته غير هذا الكتاب القيم؟ نشكرك يا سعاد، لكن تعاودي الاتصال بنا ان شاء الله في الحلقات القادمه. كفايه اسم ابن سينا اليوم، كفايه كتاب القانون في الطب. معانا خديجه من العين، اهلا ومرحبا يا خديجه، كيف الحال؟ مرحبتين، هلا، اهلا بك. اجابه السؤال هي ابو العلي الحسن بن الحسن بن الهيثم. ابن الهيثم، يعني الاسم في البدايه لعله غير مشهور ابو العلي. نشكرك ابن الهيثم، له رياده كبيره جدا في اكثر من علم وليس في علم واحد. معنا اتصال من ياسمين من الشارقه. اهلا ومرحبا يا ياسمين، كيف الحال؟ اهلا استاذ وائل، الحمد لله بخير، الله يخليك. اهلا بحضرتك. اجابه السؤال ابو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي. الزهراوي، الزهراوي، نعم. عندك شيء من ابتكاراته اختراعاته ريادته؟ يعني يعتبر هو ابو الجراحه طبعاً. يعني كان يلقب بابو الجراحه، وهو اول من استخدم خيوط الامعاء في الجراحه. جميل، اصلا هذه فكره كانت مبتكره ورائده، ان يستخدم شيء من جسم الانسان الجسم لا ينفر منه ويتفاعل معه بشكل طبيعي ولا يصنع اي قرحات او مشاكل للجسم بعد ذلك. نشكرك يا استاذه ياسمين على المشاركه معنا. شكرا. وعلى هذه الاجابه. معنا اتصال اخر من عبد الله من ابو ظبي. اهلا ومرحبا يا عبد الله، كيف الحال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اجابه سؤال يا عبد الله. حياك الله. جواب ابن سينا، ابن سينا بخياط الحرام. وغير ابن سينا؟ جابر بن حيان. نشكرك يا عبد الله على الإجابة والمشاركة معنا، وبالفعل الإجابة متميزة. ومعنا اتصال من خلود من عجمان. أهلا ومرحبا يا خلود. خلود السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. إجابة السؤال هي ممكن السؤال مرة ثانية؟ تحدث عن أي واحد من الرواد والمخترعين في عالمنا العربي والإسلامي. مخترعين؟ ليس شرط أن يكون قديم، ممكن يكون حديث يعني. في طفل اسمه أديب. من؟ أديب يعمل اختراعات واكتشافات. طفل العلي. مثلا عمل ريبوت او رجل صناعيه. جميل، نشكرك شكرا جزيلا يا خلود على المشاركه معنا وعلى اجابه السؤال. ومعنا اخر اتصال، وليد من الشارقه. اهلا ومرحبا يا وليد، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. اجابه السؤال هي ابن هيثم، وعنده اسهامات كبيره في الرياضيات والتقنيات والفيزياء وعلم الفلك. نشكرك يا وليد على المشاركة معنا، شكرا جزيلا. وبنرجع أستاذ أحمد، نشكرك شكر جزيل على هذا الكلام الطيب، والوقت اللي همنا سريعا والاتصالات كانت كثيرة، نشكرك شكرا جزيلا. نأخذ فاصل ونرجع نكمل مرة ثانية. مشاهدينا فاصل قصير وبنرجع نكمل معاك الجزء الأخير من حلقتنا اليوم، فابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا وهنكمل معاكم الجزء الأخير من اليوم. أستاذ أحمد، بنسأل عن آلية أو طريقة مبتكرة في الابتكار. في طرق مختلفة موجودة مثل تريز، وفي أدوات، لكن الوسيلة اللي أنا أشوفها الأفضل اسمها التفكير التصميمي، أو معروفة بديزاين ثينكينج. هي آلية أو وسيلة تسهل عملية الابتكار. حلو. أي نعم، كأنك أنت تزرع نبتة. كيف تزرع النبتة؟ تحط التربة الصالحة، البذرة، الماء، الجو، هذه تعطيك كل المناخ المطلوب، ويبقى بعدين رزق رب العالمين. شكرك شكرا جزيلا. نعرف مين فاز معنا، تسحب لنا اسم للفائز ب 500 درهم اليوم نقدا، من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اليوم؟ خلود عبد الله. خلود عبد الله، ألف مبروك من عجمان. خلود ألف مبروك، 500 درهم نقدا. نشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم ونورتونا. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي وقت هذه الحلقه من برنامجكم للتسامح وطن. في الغد حلقه جديده ان شاء الله، نترككم مع هذا الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم انزل عافيتك وشفاءك.
دعاءك على إخواننا المرضى. اللهم اشملهم جميعا بالعافية وامسح عليهم بيمينك الشافية. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني